مرحبا حبايب، شلونكم؟ اليوم راح نسوي وصفة الكيك البرتقال بالخلاط. تعالوا ويانا تابعوا الطريقة. طبعا راح نحتاج 3 بيضات، راح نحتاج 2 كوب إلا ربع زيت، راح نحتاج 2 كوب برتقال عصير برتقال، راح نحتاج 2.25 كوب من السكر اللي انا قصدونه اول شي بهذا، وبعدين خليته 2.25 كوب، فصار هذا اللي 2 كوب الكثير 3/4. راح نحتاج 2.5 كوب طحين منخول، راح نحتاج 2 كبار نشا، وراح نحتاج 1.5 معلقة من 1 كوب بيكنج باودر، وراح نحتاج 1 معلقة متروسة قشر البرتقال، ومعلقة خل. طبعا راح نحتاج فانيلا سائلة تقريبا 1 معلقة. طبعا بالبداية نخلي البيض، طبعا ضفت السكر، هنضيف الزيت، هنضيف 1 معلقة الخل والفانيلا. بعد ما نخفق راح نضيف 1 معلقة قشر البرتقال، وراح نضيف 2 كوب البرتقال عصير برتقال، ونرجع نخلطهم مرة ثانية. عن هنا عندنا 2.5 كوب طحين، ضفت وياهم 1 معلقة صغيرة ملح، راح نضيف وياها 2 معلقة النشا، راح نضيف وياها 1.5 كوب من البيكنج باودر، ونخلطهم، وراح نضيف عليهم الخليط اللي سويناه، وهسه نخلطهم سوية بهاي الطريقة، وهذا القوام المطلوب. وهاي بعد ما صبيناها بالقالب راح ندخلها بالفرن. طبعا الفرن حميته قبل ما اسوي الكيكة، فلازم يكون الفرن يكون حار. ودق عندنا الجرس، هشوف الكيك، شيكها، شوفوا ماكو، معناها استوت. طفينا الطباخ وراح نسد الباب. وأويلي أويلي، شلون ريحة بيها، تجنن تجنن. الله الله، شلون طلعت، شلون كيكة، قلبي الصغير لا يتحمل. يعني معقولة ما راح تسوولي لايك على هالفيديو هذا اللي سويت لكم اياه، وعلى تعبي وعلى المجهود؟ هان موعد القهوة، راح نسوي فرنش فانيلا، من يحبها؟ تفضل.
تترك بصمتك ليصلك كل جديد من مطبخي أكلات ومنوعات أشواق في أمريكا. ألف ألف عافية، إن شاء الله عجبتكم الوصفة، دمتم بخير، شاركوا الفيديو ولا تنسون إذا ما مشتركين اشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل جديد من مطبخي.